مشاهدينا الكرام اهلا بكم الى حلقه جديده من السياسه اليوم. الحدث يبقى داعش وداعش هي الحدث. اصبح هذا الاسم مرادفا لكل الافعال والممارسات التي ترتكب باسم الدين وباسم الله تحت مسمى دوله الخلافه الاسلاميه. التاريخ شهد نشوء مثل هذه الحركات التكفيريه التي لا تعترف بالاخر ولا تقبل الجدال ولا العقل ولا الحوار مع هذا الاخر. الذي قد يكون مختلفا في المعتقد والدين والمذهب والطائفه للاسف الاعلام ولا سيما الاعلام الجديد اي وسائل التواصل الاجتماعي لعب دورا عن قصد واحيانا عن غير قصد في تكبير حجم هذه الظاهره التي نامل ان يطويها الزمن كما فعل مع غيرها من الظواهر لانها ببساطه مخالفه للفطره الانسانيه ولكن العديد من الاسئله تطرح حول هذه الظاهره العنفيه التي تلجا الى مبدا الصدمه والترويع لاحكام سيطرتها على العقول قبل المدن والمناطق قيل الكثير حول تمويل واهداف هذه الداعش وشهدنا قيام تحالف دولي لمواجهتها نصف هذا الحلف يتهم من قبل تقارير صحفيه بانه هو من صنع داعش ومولها وسمح لها بالتمدد لتحقيق اهداف سياسيه وكسب اوراق في اروقه التفاوض والمساومات العالميه. سنحاول في هذه الحلقه الاجابه عن بعض التساؤلات التي تطرحونها مشاهدينا الكرام في مجالسكم عن اهداف داعش وكيف يمكن التصدي لها. معي في حلقه اليوم الصحفي الاستقصائي والزميل ماهر الدنا وهو من المتابعين لهذه الظاهره في محاوله للاستقراء والتحليل اهلا بك ماهر أهلا في معنا أهلا. في السياسه اليوم أهلا. اسمح لي ماهر والمشاهدين الكرام ان نتابع سويه هذا التقرير عن التحالف الدولي لمحاربه داعش اين وصل ما هي الغارات في اي مناطق هل هذه الغارات ذات جدوى نتابع التقرير ونبدا الحوار مع الزميل والصديق ماهر الدنا لن نقضي عليهم بالقصف ولا يمكننا ان نفعل ذلك وهكذا فإن هدف التحالف الدولي بضرب داعش لن يتحقق من دون قوات على الأرض. هذا ما تناوله التصريح الأخير للناطق باسم البنتاغون الأدميرال جون كاربي الذي أعلن نشر 2300 عنصر من سلاح مشاة البحرية في الشرق الأوسط تكون مهمتها التدخل السريع وستزود بطائرات وستتمركز في الكويت على أن لا تكون مرتبطة بالعمليات الجارية حالياً في العراق. ومن هنا فالاستراتيجيه الامريكيه التي بداتها واشنطن لم تظهر تفاصيلها حتى الان رغم بدئها وما يقال عن قوات على الارض يطرح تساؤلات عده عن ماهيه هذه القوات ونوعها ودورها مسؤولون امريكيون قالوا ان واشنطن لن ترسل قوات تاركين المجال مفتوحا لخيارات اخرى فالدول العربيه المشاركه في التحالف وغيرها كتركيا ستكون الانظار متجهه نحوها وهو ربما لن يتحقق إذا أراد التحالف أن يمر عبر الأمم المتحدة في سوريا تبدو عمليات التحالف الدولي حتى الآن مجرد ضربات لداعش فتأهيل المعارضة السورية سيعمل على ذلك إلا أن ذلك سيستغرق حوالي عشر سنوات بحسب تصريحات الجنرال السابق جون ألن وحجم القوات التي سيجري تدريبها يتراوح بين 12 و 15 ألفاً ويستطرد رغم قله هذه القوات وتاخر تحضيرها فهي غير كافيه. وسط كل ذلك يكثر الحديث عن استراتيجيه للتحالف في سوريا لكن الامريكيين يتجنبون الافصاح عنها لكن تبقى الاسئله ذاتها حول القوات التي ستوجد على الارض. اهلا بك من جديد ماهر دنا في حلقه السياسه اليوم، استمعت الى هذا التقرير عن قوات التحالف والاستراتيجيه التي تعتمدها لمحاربه داعش. يعني دعني انوه هنا للمشاهدين الكرام بانك كنت من الصحفيين الذين دخلوا الى مناطق داعش والنصره في سوريا. نعم. قابلت بعض القاده، جلست معهم واستمعت اليهم. ماهر، صف لنا هذه الجماعات، كيف يفكرون؟ أولاً هؤلاء أناس يؤمنون ب... بالذين يفعلوه هناك عملية غسل دماغ ليس للعناصر فقط ولكن هناك عملية غسل دماغ للمجتمعات الذين أتوا منها هؤلاء م لذلك هم يؤمنون بما يفعلون يؤمنون بدولة الخلافة التي أعلنوا عنها يؤمنون بقطع الرؤوس بأن الله أمرهم بذلك هذا العمل الشاذ الذي يقومون به يؤمنون أنه سنة عن رسول الله محمد يؤمنون ان قمع المراه في المجتمعات وكذلك قمع الاطفال وقتل الاطفال الذين يولدون على طائفة غير الطائفة او غير المذهب الذين يؤمنون به، يؤمنون بقتلهم، يؤمنون بكل الافعال الشاذه التي نراها على التلفاز, على التلفاز، هذه الافعال ليست وليدة سياسه اعلاميه لترهيب الناس، ولكن هؤلاء يؤمنون بهذه الطريقة من العيش، يؤمنون بثقافة الموت التي نشاهدها، يؤمنون بكل ما يفعلون ويفعلونه عن قصد، وليس فقط أفعالهم هذه مرحلية ولكن هذه الأفعال ستبقى ما داموا, موجو... ما داموا على قيد الحياة وما داموا يتمددون من منطقة إلى أخرى في سوريا وفي العراق اليوم طيب. على ماذا يتكلون على نصوص من القرآن الكريم على أحاديث مشايخ؟ على ماذا يتكلون؟ عادة ما يكون الفكر التكفيري يستند إلى تفسيرات له من ايات القران الكريم <applause> لذلك مشايخ وفقهاء هذا الفكر التكفيري وبعض وبعض الفكر السلفي المتشدد يفسر القران ويفسر الايات القرانيه حسب ما يؤمن هو يفسر ان احد الايات في القران الكريم تدعو الى الذبح وهذا وهذا ما نقضه رجال الدين المعتدلين وأقروا أنه بكفر أن يقوم الإنسان بعملية الذبح ولكن هؤلاء يقتنعون باقتناعا تاما ولديهم قناعة تامة أن الذبح وأن الأفعال الشاذة الذين التي يقومون بها كلها أفعال نص عليها القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة طيب. ماهر جلست مع أحد الأشخاص الذين قاموا بالفعل بعمليات ذبح تحدثت مع اشخاص قاموا بعمليات ذبح ليس بالضروره اني جلستهم تحدثت معهم الذبح لديهم عاده كما ناكل نحن ونشرب كما نجلس هنا الان امام الكاميرات هم يذبحون الاشخاص الاخرين لايمانهم ان هؤلاء الاشخاص لا لا يستحقون الحياه من يستحق الحياه برايهم هو فقط المسلم بنظرهم مم. هو من بحسب تفسيرهم الحياة. يعني. بحسب تفسيرهم وبحسب مزاجهم ليس يعني كما, نشاهد كما نشاهد اليوم في التلفاز في الرقة وفي بعض المدن, المدن العراقية المحتلة من قبل تنظيم داعش يقومون في بعض الأحيان بإعدام أو قتل أو ذبح من هم منهم فقط لشكوكهم ان هؤلاء خانوا العهد بينهم وفيما بينهم يعني فيما بينهم مم. قاموا بقتل يعني حتى الهيئه الشرعيه في في, في الرقه، رئيس الهيئه الشرعيه هو من كان يامر بذبح الخوارج حسب تعبيرهم في, في السابق قاموا بذبحه فقط لشكوكهم انه يتصل بالنظام السوري يعني حتى بينهم في يوجد خلافات نعم هؤلاء أناس موتورين يؤمنون بما يفعلون لكنهم موتورين بثقافة الذبح إن, أن لم يجدوا شخصا آخر ليذبحوه يذبحوا أحد أحد أصدقائهم أو أحد إخوتهم كما يسمونهم هم طيب سؤال من غرفة الكنترول كيف خرجت سالمة من هذه التجربة؟ في الواقع في الواقع كانت زيارتي لهؤلاء في منطقة قريبة من الحدود اللبنانية الحدود اليوم او المنطقة اليوم محتلة من قبل هذه التنظيمات ويحاول الجيش اللبناني تحرير هذه المناطق بالاشتراك مع المقاومة الوطنية اللبنانية وكذلك الجيش العربي السوري. دخلت بصفتي صحفي عقدت عقدت بعض اللقاءات معهم حاورتهم وكان هدفهم من ادخالي أو من لقائي هو تحسين صورتهم في المجتمع أعتقد أنني عندما سأعود من هذه الرحلة ستكتب أشياء إيجابية سأكتب أشياء إيجابية وسأروي للناس, للناس ما أرادهم ما أرادهم تظهيره لهم ولكن في الواقع ما حاولوا إخفاءه هو أكثر وأكبر طيب هل الناس تقبلهم في, في مجتمعاتها أم هناك حالات ربما تمرد داخلي هل استمعت إلى بعض الناس لما لم ألتقي بالناس العاديين، لم, لم يسمحوا لي اللقاء بالناس العاديين، ولم يكن في المنطقة التي زرتها الكثير من الناس أو المجتمع يعيش لانها منطقه حرب ومنطقه معركه ولكن م. في الواقع علينا الاعتراف وعدم المكابره كما يفعل بعض الساسه امام جماهيرهم هذا تنظيم داعش وتنظيم جبهه النصره والتنظيمات الارهابيه والتكفيريه نجحت بخلق بعض البيئات الحاضنه لها في المش في مجتمعاتنا العربيه بعض الناس في مجتمعاتنا العربيه التي لديها هذا الفكر التكفيري وهذا الفكر الارهابي ناصرت بشكل تلقائي هذه المجموعات في عدد من المدن اللبنانيه وكذلك المدن السوريه وعدد من المدن العراقيه ولو كان هذا العدد محدود ولكن علينا الاعتراف انهم نجحوا بخلق هذه البيئات الحاضنه التي تشكل اليوم الرصيد الاكبر لهم في آه في تشكيل احتياطي عسكري ومدني آه في حربهم اليوم ضد الجيش العراقي وضد الجيش السوري وقد يكون ضد بعض قوى الحلفاء الذين يقصفون ولو بشكل صوري اليوم اماكن تواجد هؤلاء. سناتي الى هذا الموضوع ولكن دعني اسالك هنا يعني الى اي حد آه هذه الظاهره ستبقى ظاهره؟ هل تعتقد انها س يعني تتمدد سواء في العراق، سوريا، لبنان وربما غير آه هذه الدول؟ هل هي ظاهرة طويلة الأمد؟ بحسب ما صرح وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل أثناء مؤتمر باريس الداعي إلى محاربة الإرهاب ومحاربة تنظيم داعش ومواجهته، قال الفيصل أن الخطة لمواجهة هؤلاء تمتد لعشر سنوات، فإذا من رسم ومن خطط لإيجاد هذه التنظيمات التكفيرية في بلادنا لم يخطط لإنهائها بعد سنه او سنتين ولكن هو خطط لبقائها لفترات اطول ومواجهتها لعشر سنوات كما قال الفيصل هذا يعني ان انه رسم لهذه التنظيمات البقاء طويلا سنة. في بلادنا ولكن المراهنة اليوم والرهان الأكبر هو على المقاومة في لبنان وعلى المقاومة العراقية وكذلك على الجيش العراقي والجيش العربي السوري وقوات الدفاع الوطني أن تحاول أن تنهي هذه التنظيمات بأسرع وقت يمكن ولكن علينا الاعتراف أن 31500 مقاتل من هذه التنظيمات التكفيرية ليس القضاء عليها بسهل عديد الجيش اللبناني اليوم 50000 في لبنان يواجه تنظيم عديده في لبنان وسوريا والعراق 31500 حسب التقارير الاجنبيه قد يكون اكبر وقد يكون اقل هذا العدد ولكن على هذا هذا العدد ليس موجود في في عرسال ليس ليس موجودا في عرسال ليس عرسال كل موجودا هؤلاء موجودون في, في لبنان وسوريا والعراق ولكن التنظيم الذي استطاع ان يجمع 31500 مقاتل في رقعه جغرافيه تكود تكاد تكون قد يعني بحجم بحجم ربع او اقل من ربع الولايات المتحده الامريكيه هذا ليس برقم صغير وهذا ليس برقم نستطيع نستطيع يعني تقبله بلادنا لا لا تستحمل هذا العدد الكبير من المقاتلين المنظمين الذين تديرهم اجهزه أمنية غربية وكذلك بعض الأجهزة الأمنية العربية ولديهم من الفكر التكفيري والفكر الإرهابي والفكر الذين يسمونه الذي يسمونه جهادي الكم الكبير لذلك لا نستطيع نحن المجتمعات المدنية مواجهة هؤلاء دون تقديم التضحيات من قبل جيوشنا وحركات المقاومة في بلادنا لذلك لا لا أعتقد أن هذه المعركة مع هؤلاء هي معركة قصيرة المدى. من المؤكد انهم لن ينتصرون علينا، لاننا نحن اصحاب هذه الارض ونحن اصحاب القضيه المحقه في هذه البلاد، ولكن قد يوجعون كثيرا كما كما احتلت العديد من الجماعات والتنظيمات وكذلك الدول بلادنا واوجعتنا على على مدى على مدى عصور، قد يوجعون هؤلاء لسنه او سنتين او عشر سنوات ولكن في النهاية لن لن ينتصر إلا الحق كما انتصرنا على العدو الصهيوني في لبنان وكما انتصر الشعب العراقي على العدو الأمريكي الذي دخل بلاده واحتلها لفترة نعم. طويلة سنبحث بعد الفاصل بكيفية مواجهة هذه الجماعات من مؤسسات المجتمع المدني نحن كأعلاميين وكناس أشخاص عاديين يعني كيف يمكن مواجهة هذا الفكر اسمح لي ماهر أن أخذ فاصل قصير ونعود بعده لمتابعة الجزء الثاني من السياسة اليوم ارحب بكم من جديد الى السياسه اليوم وبضيفي ماهر الدنا الصحفي الاستقصائي، ماهر يعني كنا نتحدث قبل الفاصل حضرتك ذكرت معلومه مهمه بان هذه الجماعات الارهابيه هي صنيعه مخابرات دوليه ربما لاهداف سياسيه معينه وهذه يعني تقارير نقراها بشكل دائم، في هذه الحاله هل بالفعل الولايات المتحده وحلفائها في التحالف الدولي ضد داعش هل هم بالفعل جادون في القضاء على هذه الظاهرة أم مجرد تحجيم هذه الظاهرة لوقت ما أولا علينا التركيز على نقطة معينة وهي نقطة أساسية يجهلها بعض العرب ويجهلها بعض الساسة وبعض المحللون أيضا لا نزايد عليهم ولكن قد تكون صحيحة علينا دائما الإيمان والوضع في حساباتنا أن الغرب والولايات المتحدة ليسوا الهه في السياسه الدوليه او السياسه العامه، هم في بعض الاماكن اغبياء. <applause> كما لاحظنا في الثلاث في الثلاث سنوات الاخيره في سوريا، في سوريا خصوصا، كانوا يحاربون الارهاب في بلادهم، طردوه من بريطانيا، لحقوه في الولايات المتحده، شنوا عليه الحروب في بعض الدول ودعموه في سوريا. هذا <applause> الارهاب نفسه وهؤلاء الاشخاص الارهابيون انفسهم الذين حاربوهم في السابق دعموهم في سوريا، لذلك ليس علينا دائما النظر اليهم على انهم في مرتبه مرتفعه من الحنكه السياسيه. دعموا في البادئ تنظيم داعش واعتقدوا انه سيتجه الى اسقاط النظام السوري وسيتجه الى قطع عفوا قطع الطريق أمام من إيران إلى بيروت، هذا الحلف الممتد من طهران إلى بيروت مرورا ببغداد ودمشق ويمر و... أيضا في غزة وفلسطين. كان هذا هو الهدف؟ كان الهدف تمزيق المنطقة وكان الهدف إرسال مشروع التقسيم الذي فشل مع قتل رفيق الحريري في بيروت، الذي فشل مع احتلال العراق، الذي فشل باتهام سوريا بقطر رفيق الحريري كل هذا السيناريو الذي فشل في تمزيق بلادنا وارسال مشروع الشرق الاوسط الجديد الينا حاولوا اليوم اعادته او احيائه من جديد عبر التنظيمات التكفيريه <applause> وخصوصا عبر اكذوبه الثورات العربيه التي بدا بمسرحيتين حسب اعتقادي في تونس ومصر ليهيئوا الشارع العربي في اللاوعي لديه ان اي مظاهره في الشارع تسقط نظام وهذا ما فشل في سوريا وهذا ما فشل لذلك تبين ان المشروع الحقيقي وان النوايا الحقيقيه هي ارسال التنظيمات التكفيريه الى بلادنا لتقسيم لتقسيم هذه البلاد، اليوم نؤكد هذه الفكره عبر اكذوبه الحلفاء الذين سيوجهون ضربات لتنظيم داعش، هؤلاء الحلفاء قد يكونوا بالفعل ينون اليوم توجيه ضربات لتقليم ظافر تنظيم داعش في الموصل وفي الرقة ولكن في الواقع هؤلاء سمحوا لهذا التنظيم بالتمدد مدوه بالأسلحة دربوه في الأردن وفي دبي وفي عدد من الدول الغربية دربوا عناصره ففتحوا لهم كانوا يدربون عناصر ما يسمى بالمعارضة المعتدلة كم قلنا المعارضة أمريكا. معتدلة في سوريا المعارضة المعتدلة بالنسبة إليهم هي الجيش الحر الجيش الحر كان كتائب الشهيد فلان والشهيد علتين هذه هذه الكتائب نفسها بالمقاتلين أنفسهم عادت لص... عادت لتصبح او انقلبت لتصبح جبهه النصره وفيما بعد داعش <applause> هؤلاء المقاتلين انفسهم كانوا كتائب في الجيش في الجيش السوري الحر كما يزعمون تسميته واصبحوا في وقت لاحق النصرة واليوم هم داعش هؤلاء انفسهم هؤلاء التي الذي التي دربتهم الولايات المتحدة كانوا معتدلين واصبحوا متطرفين من زرع فيهم تطرف القتال في سوريا ومشروع التقسيم الذي ارسلته امريكا ومن يخالفها في هذا العالم الى سوريا هم هو ما اجبر لا. الساحه السوريه على الذهاب نحو التطرف الى قطع الرؤوس الى تقسيم سوريا بشكل الى قتل الاطفال كما كما شاهدنا البارحه في حمص انتحار صحيح. يفجر نفسه بالاطفال ست... هذا هو المشروع أقول. الامريكي في بلادنا لذلك هذا الغباء الامريكي الذي تحدثنا عنه يخاف اليوم ان تن... من تنظيم داعش ان يتبد... يتمدد نحو الدول التي تحالف الولايات المتحده في بلادنا لذلك يحاول تقليم اظافرها لتبقى هي حارسه للحدود بين الموصل والرقه لمنع لمنع لوقف الامدادات او وقف الامداد السياسي ان لم يكن اي امداد اخر من طهران نحو بيروت ولتقسيم المنطقه حسب مشروع الشرق الاوسط الجديد، داعش اليوم تشكل خطر على الولايات المتحده ولكن تخدم هذه هذه الدول بـ 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 بان معا، لذلك يسعى الحلفاء اليوم فقط لتقليم اظافر داعش بمعنى انهم يريدون ان يقولون لها توقفي هنا هذا المشروع الذي رسم لك لا يحق لك تخطي حدودها الحمراء <applause> يعني حتى المناطق التي تقصف ماهر هي مناطق يعني ليس فيها يعني عناصر لداعش لان الرئيس الامريكي والحلفاء يعني ظلوا شهرين يعني يتحدثون عن هذا التحالف يعني حضروا حالهم جماعه داعش وتخبوا وزبطوا نعم داعش اليوم أمورهم. اولا داعش اليوم وجبهه النصره كذلك في الرقه وفي المدن التي تسيطر عليها أو تحتلها أه تعيش بين المدنيين تختبئ بين المدنيين تأخذ المدنيين أه دروعا بشرية كما كما مم. كان في عرسال اللبنانية أخذوا المدنيين أه دروعا بشرية لهم لذلك أي طيران سيقصف سيقتل المدنيين وسيقتل أبرياء قد يكونون هؤلاء بيئة حاضنة ولكن ولكنهم هم في النهاية أبرياء لا ذنب لهم أن يموتوا بقصف الطائرات, بقصف الطائرات الأمريكية مم. لذلك سنشاهد أفلاما كما كنا في السابق نشاهد أفلام عن عن ان تزعم ان الجيش السوري يقتل الابرياء، سيقتل اليوم الجيش الامريكي الابرياء في سوريا بفعل قصفه ان وان لم تكن هذه الـ الـ الادعاءات مسرحيه فقط، كما قاموا بقصف منذ يومين قاموا بقصف نقطه في صحراء تدمر لا تصل اليها، لا يصل اليها الانسان، ولا يمكن للحياه ان تقوم ان تقوم هناك، قاموا بقصف نقطه عسكريه لتنظيم داعش خاليه من المقاتلين. <applause> هكذا يتصرف الامريكي وهذا هكذا يحاول الامريكي الغبي استغباءنا. ولكن ما طيب ولكن يعني ماهر الرئيس الامريكي يعني على ما يبدو تلا فعل الندامه عندما قال انه يعني لم يحسن تقدير قوة داعش هذا اعتراف ضمني منه انه دعمها في البدء هذا اعتراف ضمني ان اوباما دعم هذا ولكن طوزين. سياسة الولايات المتحدة بشكل عام لا تفاوض الإرهابيين ولا تتعامل مع الإرهابيين، كيف يمكن ذلك؟ يعني دائما الاتهامات توجه إلى الولايات المتحدة بدعم داعش، لا يوجد أدلة على ذلك. من أتى بالإرهاب إلى العراق؟ لماذا انسحب الأمريكي في حال لا يفاوض الإرهابيين؟ كانت تفجيرات ما زالت قائمة في العراق بشكل يومي يتخطى العشر تفجيرات كل يوم عندما انسحب الأمريكي، لماذا رضي بالانسحاب قبل أن يقضي على هذه الجماعات؟ <applause> رضي بالانسحاب لانه وصل الى مكان باتت هذه الجماعات التي خلقها بنفسه باتت تاكل من جسده <applause> لذلك غادر واليوم يحاول العوده يحاول العوده الى العراق عبر هذه البوابه حاول منذ فترة عندما كان الرئيس المالكي ما زال في منصبه توجه كيري جون كيري وزير الخارجية الأمريكية إلى العاصمة بغداد ومكث فيها ثلاثة أيام ولم يرضى الرئيس المالكي باعطائه نفوذ جديد للولايات المتحده، اكان نفطي ام سياسي للتاثير في الحكومه العراقيه، وازيح المالكي بطلب من الامريكيين كما يعلم الجميع، لذلك الامريكي يحاول اليوم الدخول الى المنطقه كما قال وليد المعلم قبل ايام وزير الخارجيه السوري ان قصف الولايات، كما قال السيد حسن نصر الله ايضا ان قصف الولايات المتحده والحلفاء للمنطقه قد يكون غزو جديد للمنطقه. <applause> لبلادنا. طيب سؤال اخير كيف يمكن التصدي لهذه الجماعات الارهابيه المتطرفه على مستوى المجتمع المدني على مستوى الناس العاديين على مستوى الاعلام كما لهذه التنظيمات التكفيريه بيئات حاضنه ولكنها بيئات محدوده على ونشاهد اليوم في سوريا وفي لبنان وفي العراق بيئات حاضنه لحركات المقاومه وللجيوش الوطنيه التي تقاتل هذا الارهاب وتواجهه كما واجهت في السابق العدو الصهيوني م. في بلادنا في ارسال لبنانيه وفي لبنان هناك بيئة حاضنة للمقاومة، بيئة حاضنة كبيرة جدا للمقاومة والجيش اللبناني، في سوريا هناك بيئة حاضنة تجسدت في الانتخابات النيابية الأخيرة، في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث اقترع الناس بدمائهم لبشار الأسد، للرئيس بشار الأسد، وعبره للجيش العربي السوري، هذه البيئة الحاضنة تريد مواجهة الإرهاب، وفي العراق أيضا في الانتخابات تجسدت البيئة الحاضنة للجيش الوطني العراقي ولقوات والقوات المقاومة العراقية التي تواجه هذا الإرهاب عبر انتخابها المشروع الذي يواجه هذا الإرهاب لذلك نحن كمجتمع مدني نواجه بالفعل هذا الإرهاب عبر أبنائنا وإخوتنا الذين هم في الجيش وفي المقاومات المقاومات المنطقة علينا مواجهة هذا الإرهاب في الإعلام علينا تقليص دوره في الإعلام من المؤكد أن هذا آه آه المشروع التكفيري والتقسيمي نجح في التقدم علينا اعلاميا، نجح في زرع الارهاب في نفوس الناس، نجح في ارسال صور قطع الرؤوس الينا ونحن بعض الاعلام منا هو من روج لهذه، م. هو من روج لهذه الصور، لذلك علينا مواجهته بالاعلام بثقافه الحياه التي لابد ان تنتصر عليه، نعم. بمن عبر منع عبر منع نفوذه الاعلامي اكثر واكثر عبر تويتر، عبر فيسبوك، عبر بعض القنوات الاعلاميه. م. اعتقد اننا سننتصر عليه بالنهايه ولكن الموضوع بحاجه لبعض الوقت. نعم. طبيعي. شكرا لك ماهر دنا الصحفي الاستقصائي الزميل والاعلامي على هذه المعلومات ونامل ان تكون ضيفنا في حلقات مقبله من السياسه اليوم. الشكر لكم مشاهدينا الكرام على المتابعه لهذه الحلقه والى اللقاء في حلقات مقبله باذن الله.